الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو السابع المجلس السابع والخمسون بعد المئتين من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب العلم، لعلنا ننهيه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب الحديث عن بني إسرائيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بوب هنا قائلا: باب الحديث عن بني إسرائيل. كيف يكون الحديث عن بني إسرائيل؟ هل يجوز لنا أن نكذب عليهم؟ يعني نأتي من عندنا ونكذب عليهم؟ لا يجوز. طيب، هل نحدث عن بني إسرائيل بالحديث الذي يعلم أنه كذب؟ لا. طيب، إذن الحديث عن بني إسرائيل سيكون ضمن المحتمل من جهتين: من جهة أنه لا يعلم كذبه، ومن جهة الأخرى أنه لا يصادم ما ثبت عندنا في شريعتنا. فإذا كان النص من نصوص بني إسرائيل لا يعلم كذبه ولا يصادم ما ثبت عندنا، نحدث به لا مصدقين ولا مكذبين، ولا حرج حينئذ في ذكر الحديث عن بني إسرائيل بهذا الضابط. فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وضح هذا الأمر. وفي هذا إشارة إلى أن مجرد الحديث فيه نوع تحمل مسؤولية تجاه من تحدث عنه، لأن قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا يدل على أنه يمكن أن يكون هناك حرج في الحديث. يعني ما قال: حدثوا عن من شئتم ولا حرج، وإنما حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وسيأتي معنا وتقدم معنا كذلك ما يدل على هذا الجانب، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ربما مضى، وبالتالي لا حاجة بنا إلا أن نؤخر الكلام عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب وهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. هذا ما هو هنا، ولكن الذي هنا ومر معنا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، الآن فيه مناقشة في هذا الموضوع عند الجمع بين هذين الحديثين. ما هي؟ أنه طالما قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقد أحاط العلم بأنه لا يحل لنا أن نروي عنهم ما هو كذب وما ليس بثابت وما ليس بمخالف لما ثبت عندنا، دل ذلك على جواز الحديث عنهم بما لا يعلم أنه كذب. فلو كان قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كلمة متعمدا لو كان المقصود منها أن يتعمد من عنده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاستوى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل. ولكن المقصود يعني من تعمد أن يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام مع عدم علمه صدق الحديث فهو واقع في هذا الإثم. ولذلك فإن ابن الزبير لما سأل أباه عن قلة مروياته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر له أني يعني كنت عنده يعني في المقام الذي هو فيه كذا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دل ذلك على أن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز إلا بعد العلم به. وضح الأمر. وحديث: لا تحدثوا عني إلا ما علمتم، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذب، كل هذه الأدلة تدل على أن
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لا يجوز أن يفهم على أن يعني ومن لم يكذب علي وإنما روى الكذب فإنه سالم. لا، هذا ليس كلام أهل العلم، وإنما هو فهم العوام من الناس. لذلك كبار أهل العلم يرون أن الذي يروي الحديث الضعيف ولا يبين حقيقته أو لا يحيل فيه فإنه يكون قد دخل في هذا الجانب، إيه ما لم يتثبت منه. وهذا يشبه تأول قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فجاء المبتدع وقال: إذن من شرح بالكفر صدرا هي شرط في كفر من يقول على الله ويتكلم في الله. وبالتالي فلو أن الإنسان تكلم بغير إكراه ولم يشرح بالكفر صدرا أو أكره فهما سيان. لا، كل من تكلم من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا، ومن شرح بالكفر صدرا فهو غير مكره. فهذه كالصفة الكاشفة. والذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمه فصفته أنه كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن كان الحديث كذبا فقد باء بذلك، وإن لم يكن كذبا وقد ظن أنه ليس بكذب، قامت عليه القرائن وكذا أنه ليس بكذب ولم يعلم ووقع في ذلك على وجه الاجتهاد، فحينئذ الأمر بحسب الاجتهاد الذي كان منه. هذا التحذير لا بد منه في هذا الموضع، وإلا لاستوى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بني إسرائيل. وجاء في بعض الأحاديث جمعت الحديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تحدثوا عني إلا ما علمتم. كيف الفرق الآن؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تحدثوا عني إلا ما علمتم. معنى ذلك أنه فرق ولا ما فرق؟ هناك فرق بين الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن كل مسلم عنده يعني مسكة من علم يمكنه أن يعلم الفرق بين الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل. الرواية عن بني إسرائيل لا يترتب عليها كبير يعني بيان شريعة ولا عقيدة ولا ما يترتب عليه شيء، وإلا هي فقط عبارة عن يعني يمكن أن ينظر فيها من باب الاستئناس، من باب التسلية، لكن لا يعتمد عليها لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في شيء من هذا القبيل. بل يكفي أن يرد حديث حسن في رد كون هذا الشيء مروي عن بني إسرائيل. أرجو أن نكون استفدنا يعني عند هذا الحد يعني من المقصود مما يعني سبق وكنا أشرنا إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. نبينا عليه الصلاة والسلام إذا تحدث عن بني إسرائيل فإنه يتحدث عنهم بما يعلم. وهذا الحديث مضمونه يختلف عن مضمون الحديث السابق. من يقول لي ما الفرق بين هذا وبين الثاني بين السابق؟ تفضل. السابق فيه الرخصة في رواية ما جهلنا صحته من كذبه، يعني لا ندري هل هو ثابت فعلا أم هو كذب من حيث النقل. أما ما كان يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بوحي وهو ثابت قطعا. نعم. إذن اجتمع لدينا من الحديثين أنه تجوز الرواية عن بني إسرائيل مما علمنا صدقه، وهذا يكون فقط من طريق أن نروي عنهم ما علمنا صدقه، هذا الصنف الأول، وهو الذي يكون من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. من طريق نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء في القرآن
وجاء في السنة. ولذلك فإن الذين يعني يجلسون يقصون قصص الأنبياء وقصص بني إسرائيل لا مانع من ذلك. يعني يجلس الإنسان في سمر يتسامر هو وإخوانه ويتذكرون بعض قصص بني إسرائيل التي فيها المنفعة. يعني واحد من إخواننا سأل سؤال في المجلس السابق، إيش كان لما تكلمنا عن ملك داود وملك سليمان في قضية توريث الأنبياء، فذكرنا شيئا عن بني إسرائيل ولا مانع من ذلك. فما جاء في كتابنا فهو ظاهر واضح، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا فهو واضح وظاهر، وكذلك يجوز الرواية عما هو موجود في كتبهم مما لم يعلم كذبه ولا مخالفته للثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فصار عندنا جانبان، جانب معلوم فالرواية عنه لا إشكال فيها أبدا، ولكن هذا الجانب هو الذي فيه النقاش الأصولي. إيش النقاش الأصولي في الثابت عنهم؟ أنه هل شريعتهم شرع لنا حتى يأتي الناسخ ثابت فيها، أم تكون منسوخة ابتداء بشريعتنا؟ هذا النقاش أصولي موجود. والصحيح أنه إذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام على وجه ليس فيه ما يدل على نسخه فالأصل بقاء ذلك. لماذا؟ لأنه ما جاء في القرآن ولا جاء في السنة إلا على وجه يراد منه الانتفاع من ذلك. من أمثلة ما استدل به العلماء من قصص بني إسرائيل كون النبي عليه الصلاة والسلام روى قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار في مطر شديد فانطبقت عليهم صخرة، فدعا كل واحد منهم بخالص عمله، فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على جواز التوسل بالأعمال الصالحة خالص العمل، وكذلك أعمال عملها بعض بني إسرائيل مثل إماطة الأذى عن الطريق ومثل سقي الكلب والنقاش في جواز سقي الكلب وإلى آخره. والظاهر أن هذا أن شرع من سبقنا إذا ثبت من خلال الكتاب والسنة أن الأصل فيه بقاء التشريع حتى يأتي ما يخالفه. واضح هذا الأمر؟ هذا الظاهر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في طلب العلم لغير الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. هذا الباب باب تربوي، باب فيه التربية وفيه إصلاح القلوب. وهذا الباب بعض أهل العلم يعني يحب أن يبتدئ به كتاب العلم مثل هذا الباب، وبعضهم يستغني عنه بحديث إنما الأعمال بالنية، وهذا الحديث يذكره العلماء في بداية كتبهم. الحديث صحيح لغيره، لأن فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ أو كثير الخطأ، أي نعم، لكن الحديث صحيح لغيره. الحديث فيه أن من العلم ما يتعلم ابتداء من أجل الله، مثل العلم الذي يتحدث عن أمور الإيمان والذي يتحدث عن العبادات والمعاملات نتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل وحمل الإسلام إلى الناس، التفسير إلى آخره. هذه العلوم هذه المقصود منها خدمة الإسلام وخدمة الدين. هذه العلوم عندما تعلمها الإنسان ينبغي أن يخلص فيها النية كما لو أنه أراد أن يصلي. كيف الذي يصلي؟ يصلي ولا يلتفت إلى من يحيط به من الناس ولا يهتم رأوا أو لم يروا ولا يحسن ولا يزين. كذلك إذا تعلم علما مما يبتغى به وجه الله فينبغي عليه أن يجعل هذا العلم لوجه الله خالصا،
لكن هذا المعنى بعض الناس يفهمه فهما غير صحيح، ويغلب هذا على المتصوفة غلاة المتصوفة والمتنسكة، أن الشيء الذي يعمله الإنسان لله إذا قصد به المنفعة الدنيوية أن هذا يكون فيه شرك. هذا فهم خاطئ. هناك فرق بين من يعمل له العمل ومن أجله، وبين المنافع التي قد تحتف بهذا العمل إذا عمله الإنسان، فرق كبير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث ذكر أعمالا صالحة ورتب على هذه الأعمال إما أجرا أخرويا وإما فضلا دنيويا، وهذا ثابت واضح وكثير كثير جدا. كتب الترغيب والترهيب مليئة بهذا، وهذه أعمال صالحة منها العلم. فالإنسان إذا عمل هذا العلم، إذا تعلم هذا العلم، وهو يعلم أنه إذا كان عالما فإن الملائكة تضع أجنحتها رضا، هذا. لكن لو أن الإنسان تعلم العلم من أجل أن تضع الملائكة له أجنحتها لا يجوز، واضح؟ لأن هذا عرض دنيوي يحصل للإنسان، وإن كان دالا على خير كثير لكنه طلب شيئا في الدنيا. أن تعلم العلم من أجل الرزق، أن الله يكفل رزقه، يعلم أهله من أجل الرزق ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، كما ذكر أهل العلم بأن هذا مضمون له رزقه. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هذا عمل لله، فإن أخلص فيه النية لله فمضمون له رزقه. فإن فعل هذا الشيء وهو يدرك هذا الجانب، ما المشكلة؟ طيب نقرب الصورة، لأن هذا الأمر من الأمور التربوية، إذا ما وضحت يدخل الوسواس على أهل الوسواس من هنا ومن هنا، ومشكلة كبيرة يعني، خاصة للدسون في الجامعات، دسون المواد من أجل العمل وكذا. واحد قال: أنا إذا درست وتعلمت الدين قد بعد فترة لا أجد ما أكله ولا أشربه، وقد لا أجد عملا. فنقول له: رزقك مضمون، ونذكر له النصوص اللي فيها إيش؟ أن رزقه مضمون. يقول: أنا إذا يعني ظللت أذهب إلى رحمي أصلها وكذا من أجل الله عز وجل، لكن هذا قد يعني يؤدي إلى أن ما عندي قدرة على أن أذهب، لأن ذهبت مرة ومرتين وثلاث أجلس من غير طعام ولا شراب. نقول له: اذهب لوجه الله ولا نقف. نقول: كذلك إذا ذهبت فإن الله تعالى أيضا إيش؟ يبسط عليك رزقك. يقول: أنا إذا جلست لأبنائي أعلمهم الصلاة وأعلمهم الخير، واضح هذا؟ ما أستطيع، لأن لابد أن أستغرق كل وقت من أجل الطعام والشراب. نقول له: علمهم وأمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر، ورزقك إيش؟ مضمون. وهكذا، هذا فيه شرك. ذكر أحد من كتب في من القدماء، يعني من كتب في قضية الرياضة، كانوا يسمون الرياضة يعني اللي هي التربية القلبية أو الأعمال القلبية، فكتب أن ذكر حديثا، وأن مريدا من المريدين جاء إلى شيخه فقال له شيخه، إذا ذكر له حديثا أنه من صلى لله عز وجل 40 يوما فله دعوة مستجابة، مع أن الحديث هذا غير صحيح والله أعلم من أين جاء به. الشاهد من كلام أن هذا المريد صلى لله 40 يوما يخلص الله فيه النية، ثم دعا فلم يستجب لهم، فجاء التلميذ أو المريد إلى الشيخ، يعني صوفي هذا، فجاء إلى الشيخ وقال: يا شيخ، أنا أخلصت لله النية في 40 يوما أنا أصلي، ومع ذلك ما حصل ولا يعني استجيب لي.
فقال لو كنت تصلي 40 يوما لا من أجل الله ولكن من أجل الدعاء. هذا شيخ جاهل، هذا الشيخ إيش؟ جاهل من كل وجه طبعا، لكن من الوجوه التي فيها الجهل بالإضافة إلى عدم صحة هذا الحديث أنه اعتقد أن من عمل بالسنة من أجل يعني أن من كانت الفضائل التي اجتمعت على العمل الصالح دافعة له إلى العمل يمنعه ذلك من الإخلاص، هذا جهل. وإلا لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأعمال؟ هذا يشارك أهل التجهيل الذين يقولون إيش؟ يقولون الرسول جاء بأشياء ويريد غيرها، ويريد الناس يجتهدوا في عقولهم ويغيروا ويبدلوا حتى يصلوا للحق بأنفسهم. هذا كلام باطل لا يقوله إلا إيش؟ إلا الضلال. إذا فهمت هذه تزيل كثير من وساوس الشيطان عن نفوس الناس. فإذا درس الإنسان لوجه الله وأخلص لله النية، وهو يعلم أنه إذا درس هذا العلم أنه يمكنه بعد ذلك أن يدرس، ويمكنه بعد ذلك أنه يعني يكون له مكانة في الدنيا ويكون له منصب، لا مانع من ذلك، لكن أن لا يكون عمله من أجل هذه ولكنه يعمله لله. واضح هذا الأمر؟ وهو بعض الناس يقول لك هذا يعمل فقط من أجل، وما أدرى لو كان يعمل لغير الله لماذا لا يدرس الأشياء الضارة؟ وهذه يمكن أن يدرس السحر مثلا ويدرس الأشياء المحرمة، لماذا يدرس هذه الأمور التي يعني فيها موافقة السنة وفيها كذا من أجل الدعوة للسنة ومن أجل يكون له دور كبير في يعني حماية السنة كل هذا؟ ففهم هذه القضية تحل بعض الإشكالات في عند الكلام على قضية الرياضة أو قضية التربية، يعني التربية القلبية. واضح هذا الأمر يا إخواننا؟ واضح المسألة؟ إذا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من أعراض الدنيا، هنا لا يتعلم ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني يجي يوم القيامة ما يشوف الجنة ولا يسمع بها ولا يجد ريحها، يعني وإن ريحة لا توجد في بعض الروايات وإن ريحة لا توجد من مسيرة 40 سنة. الشاهد من كلام أنه هذا بينه وبين دخول الجنة مفاوز، وهذا يدل على أنه لا يدخل الجنة عندما يدخلها الداخلون، وليس معناه أنه إيش؟ أنه كافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في القصص. حدثنا محمود بن خالد، حدثنا أبو مسهر، حدثني عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. نعم، باب القصص. هذا الحديث في الجملة صحيح، لكن فيه إشكالية. هذا عباد بن عباد الخواص، هذا الرجل سيء الحفظ، يعني قال فيه ابن حجر صدوق يهم، هذا سيء الحفظ، وبالتالي وقع في خطأ في هذا الحديث، فأدخل بين يحيى ابن أبي عمرو السيباني، أدخل عمرو ابن عبد الله السيباني، فظهر الحديث متصلا، وإلا هو يحيى بن أبي عمرو السيباني يروي الحديث مباشرة عن عوف بن مالك، يعني الحديث إيش؟ الحديث منقطع بين يحيى وبين بين عوف بن مالك الأشجعي، بينه وبينه انقطاع. فالذي أورد الحديث من غير طريق عباد بن عباد هذا الخواص رواه من غير هذا، من طريق يحيى بن أبي عمرو السيباني رواه منقطعا، دل ذلك على خطأ هذا الإسناد، لكن حديث صحيح لغيره، حديث له ما يشهد له ويقويه. وهذا الحديث فيه لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. طيب، هل يعتبر القصص يعني هذا، هل هذا يدل على أن القصص
مذموم أو ممدوح أو ما القصة؟ إيش على ماذا يدل هذا الحديث؟ لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. ها؟ ذم. يعني لو أن أميرا قص فيه مشكلة؟ ها؟ طيب سؤال، هل كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقص؟ وهل كان القرآن يقص؟ والله تعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. إذا نفس القص لا يجوز أن نقول أنه القص هو المذموم، إذا في شيء آخر الأمور لابد من ضبطها. نعم، لابد من معرفة قضية مهمة، أن القصص لها أحكام حتى تذكر القصص. فإما أن تكون قصاصا حسب فهذا مذموم، واحد قصاص هذا إيش؟ مذموم. لذلك العدو التقليدي لأهل الحديث من هم؟ القصاص. وكان فلان قاصا، قاصا هذه ذم، واضح؟ وفلان قاص الشيعة، وفلان قاص كذا، هذا ذم. وإن كان طبعا هذه الألفاظ أحيانا تستعمل مجرد عن الذم عند بعض العلماء، لكن القاص عند أهل الحديث مذموم. فإذا كان عنده علم وقص لا بأس بذلك. الآن أحيانا يكون الإنسان أميرا ويريد أن يكلم الناس، فإذا لم يكن عنده علم استعار من القصص ما يعظ به الرعية، أو أن المأمور هو يكلم أميره وهو ليس عنده علم فيستعير من القصص ما يكون به إيش؟ ما يفوت على الأمير أسباب العقوبة على هذا، أو أنه يحضه على الإحسان إليه. يعني المأمور يستجدي بتلك القصص إما رحمة الأمير وعفوه، وإما عطاءه وكرمه غير ذلك. وهذا القاص يشبه من؟ يشبه الشعراء. الثالث المختال، واحد كلما جلس مجلسا جلس، السلام عليكم يا أسامة، عندي هرج أبهرج تهرج، ويبدأ يقص ويقص ويقص ويقص، هذا يظن نفسه شيئا وليس بشيء. هذا نوع من الاختيال، يظن نفسه شيئا وليس بشيء. هذا النوع من الناس يكثر فيهم الكذب، ويكثر فيهم الادعاء. وقام رجل في رحبة مسجد إحدى المساجد في بغداد، وقام فحدث بأحاديث من القصص. كلما حدث حديثا قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ويسرد أسانيد، يركب الأسانيد، والأسانيد أصولها موجودة لكنه إيش؟ يركب ويكذب. والكذب كثير في القصاص. فلما انتهى، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين في المجلس، لما انتهى وأراد أن يخرج، طبعا أدب العلماء وكذا ما يصلح، هؤلاء القصاص ما عندهم أدب، يعني يمكن أن يسيء إليهما في المجلس، والناس يتأثرون بالقصاص أكثر من العلماء. يعني عامة العوام، يقوم عالم يتكلم وكذا، يأتي واحد من القصاص يقول أنا أريد أن أتكلم، مرة بقرة وراحت كذا وغنمة ومرأة ولدت فيقول هذا العلم. العوام ما يعرفون. فلذلك انتهوا، فلما انتهى هذا الرجل جاء أحمد رحمه الله تعالى ويحيى بن معين وقال أنت تحدث منذ اليوم عنا ونحن لم نرك ولم نحدثك بشيء مما تحدثت به منذ، يعني من أول النهار وأنت تحدث، احنا ما سمعنا بهذا الكلام ولا حدثنا به ولا رأيناك قبل ذلك. فقال من أنتما؟ قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. قال ما زلت أسمع أنكما غبيان، فلم أدري حتى الآن عرفتنا، أما يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ هذا مثال لهذا النوع من الناس، سيستكبر،
يعني عندما تراجعه يقول لك أنا وجدت هذا في كتاب. اتق الله يا أخي. ولذلك تستطيع أن تعرف هذا النوع من الناس في هذه الأيام كيف، لما تقول له أين هذا الحديث، قل قرأته في كتاب. قل وين كتاب، ما قرأته أنت. هذا قصة هؤلاء من هذا الصنف من المختالين من القصاص. تعرفهم يا أبا أبو يحيى؟ هذول حولكم هناك ما شاء الله، نسأل الله العافية والسلامة. أي والله عافانا الله منهم. يقفون في المساجد وكأن أحدهم جبل من العلم، فعندما يبدأ بالحديث وإذا به يخلط الكذب بالكذا، ويخلط الحديث النبوي بالآية، ولا يستطيعون أن يميزوا بين الصحيح والضعيف، وينبهون على الضعيف والموضوع ويستمرون بذكره. هذا كبر، لأنه يدفع الحق. وتعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق وإيش؟ دفعه. هؤلاء يقبلون الحق ما يقبلون الحق. هذه صفة القصاص، فأينما وجدتهم فهم أولئك. فإذا وجدت مجالسهم فاتقيها، لا تجلس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم لا يستثر ببعض من العرب، وقارئ يقرأ علينا، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم، ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله، كان قارئ لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله عز وجل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فتحلقوا وبرزت وجوههم له. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف فيهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذاك 500 سنة. هذا الحديث ضعيف، فيه العلاء بن بشير المزني مجهول، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، لكن فيه جملة أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم. هذه الجملة صحت في غير هذا الحديث فهي صحيحة، وبقية الحديث ضعيف. نعم. قال: حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد السلام يعني ابن مطهر يعني ابن مطهر حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. نعم. هذا الحديث فيه مجالسة، يعني لاحظ قال لك باب من القصص، لكن الحديث هذا فيه إيش؟ وجلسة من؟ قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله، يذكرون الله من صلاة الغداة يعني الفجر حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. ليس فيه ذكر القصص، وإنما فيه ماذا؟ فيه الذكر. والمقصود من الكلام أن يجلس مجلسا فيه ذكر الله عز وجل كالعلم وبيان القرآن، وأن يقرأ عليهم ما نزل عليهم من كتاب الله، أو يسمع إليهم إن قرأوا عليه،
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. هذه كلها مجالس ذكر استدل بها يعني أو احتج بها بعض غلاة المتصوفة. بماذا؟ الذكر الجماعي، أجلس مع قوم يذكرون الله، يعني إيش؟ يعني يقولون الله 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 الله. طيب السؤال في هذا الموضوع، فإما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى هذا ولم يحصل له، وإما أنه كان يفعله، وإما أن يكون فعله قليلا بدون أن يكون من الفجر إلى صلاة الغداة ومن العصر إلى صلاة المغرب، وإنما فعله قليلا، وإما أن يكون لم يفعله قط، بحيث أنه لم يطبق هذا الشيء الذي هو أحب إليه من أن يعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. واضح هذا؟ ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في عادته من بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس، من بعد غروب، من بعد العصر إلى غروب الشمس؟ كان يجلس في ذكره اللي يذكر المساء وأذكار الصباح، والناس يذكرون، كل واحد يذكر وحده منفردا، فإذا صلى صلاة الفجر استمر في ذكره حتى تطلع الشمس. وهذا العمل فيه فضائل كثيرة ثبتت فيه وردت فيه نصوص من الكتاب ومن السنة، ما يعني لا يحصى. واضح؟ في القرآن ثبت الذكر قبل الفجر وقبل المغرب اللي بعد العصر، هذه في نصوص كثيرة في ذكر في تسبيح الله عز وجل والتسبيح بحمده كثيرا، وفي السنة نصوص أيضا، كل ما ورد من أصبح ومن أمسى فهو فيما بعد الفجر وبعد العصر، كل هذه النصوص. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى حتى يذكر الله في مجلسه، يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء، هذا من النصوص المذكورة في هذا الجانب، ونصوص كثيرة جدا. بل هذا الحديث بالذات أو هذا النص بالذات قريب منه حديث من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولكل شيء قدير، حين يصبح 10 مرات حين يصبح، فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ومن قاله حين يمسي. واضح هذا الأمر؟ فدل ذلك على أن هذا القول لا يقوله مع الجماعة، وإنما يقوله إيش؟ منفردا، لكنه يذكر الله مع أناس المسلمين في مجلس واحد، فهو يذكر وحده وهم يذكرون وحدهم، كل واحد يذكر وحده، فهذا مجلس ذكر. مجلس ذكر آخر المجلس الذي نذكره نحن الآن. على أي شيء اجتمعنا؟ على ذكر الله. واضح؟ وذكر الله يكون بماذا؟ في العلم الشرعي، فكل ما هو علم شرعي فهو ذكر لله، ومنه قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر عند المتصوفة من هم؟ جماعة الذكر المفرد، عارفينهم اللي بيجتمعوا وبيبدأ الذكر المفرد. وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام، كأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذا قال انتظروا حينما يأتي الزمان الذي يأتي فيه أهل الذكر، لأن هذا ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن سننتظر أو سينتظر أهل القرآن وسينتظر نبينا عليه الصلاة والسلام وكل المسلمين، لأن هذا للجميع، سينتظرون أهل الذكر، طالما أنه هو ليس من أهل الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس هذه المجالس، فأهل الذكر هم الذين يجتمعون ويبدأون بالذكر إيش؟ المفرد كله مع بعض، 1 2 3 الله الله. واضح؟ هذا هو الذكر المفرد عندهم. هذا الذكر من أضل ما يكون، لأنه فيه عدم ذكر الله، وإنما التلفظ باسم الله فقط، هذا ليس ذكرا. ولا ذكر هذا لا يكون ذكرا إلا إذا تضمن الثناء على الله عز وجل أو الدعاء أو التسبيح أو التحميد أو التكبير. واذكر اسم ربك. طيب واذكر اسم ربك وسبح بالعشي والإشراق. اذكر بالتسبيح والتهليل والتحميد. وبعدين واذكر اسم ربك يعني ايش؟ يعني يقول ربك 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 مثلا؟ لا، هو الذكر لابد فيه من الثناء أو التحميد أو التهليل أو التكبير.
أو الدعاء، هذا هو الذكر. أما ما كان ليس لا يتضمن ثناء ولا امتداحا ولا تنزيها فهذا ليس من الذكر في شيء. طبعا هناك أدلة كثيرة عندهم، قل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما قل الله يعني إيش؟ يقول الله، هذه لا، هو المقصود أن هذا جواب على الاستفهام، واضح؟ ما ليس له علاقة فيما يقولون. وكذلك يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تقوم ساعة وفي الأرض من يقول الله الله، قالوا هذا هو الدليل. إذن طالما نحن موجودون فنحن أمنة للأرض، نحن دائما نقول الله الله فنستمر حتى إيش؟ تبقى ولا تقوم الساعة. الشاهد من كلام أنهم يستدلون بأشياء يعني نسأل الله العافية والسلام. طبعا الحديث معناه أنه لا يوجد من يقول الله يعني أنه يذكر الله عز وجل باسمه مع غيرها من الأمور، يعني التسبيح والتحميد والتهليل أي شيء. إذا قال لا يبقى وواحد يقول سبحان الله ممكن إيش يقول لك تنقطع سبحان الله وتبقى الحمد لله، أو إذا قال لا يكون فيها من يقول لا إله إلا الله، إذن يمكن أن يقول أن يموت كل من يقول لا إله إلا الله ويبقى من يسبحون ويحمدون ويكبرون وتقوم عليهم الساعة. لا، هو كل من ذكر اسم الله فهو عنده هذا المقصود، هذا هو المقصود من بقاء شيء من النبوة ولكن لا يذكر مفردا. الآن أكبر دليل على أنه لا يذكر مفردا ما هو؟ أنه لو كان مأمورا بهذا لعملوه ولو مرة واحدة، يعني على يعني خلينا نقول على نوع من الاستحياء، خلينا نعمل العمل الصالح ولو مرة واحدة حتى نحسب عند الله يعني انقدنا لأمره ونفذنا هذا العمل الصالح. ولا مرة، ولا مرة، تصوروا. صحيح البخاري وصحيح مسلم لا يوجد فيهما أبدا أي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس معها ولو ذكر مثل هذا الذكر، ها؟ وبقية الكتب، بقية كتب الإسلام لا يوجد في شيء من أمهات الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي سورة النساء. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية، فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان أو تهملان. نعم، هذا الحديث هذا من فقه الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، كأنه يشير بهذا الحديث أن من أنواع الذكر أن يقرأ على الرجل القرآن، وفيه أنه ينبغي على المسلمين أن ينشغلوا بالذكر عن كثرة القصص، وأن القصص تكون فقط للمنفعة وللعظة والفائدة، فإذا لم تتضمن ذلك فإن ينبغي على المسلمين أن ينشغلوا بالذكر. كيف يكون الذكر؟ الأذكار معروفة، أذكار معروفة، منها أن يكون في أن يجلس ويذكر الله عز وجل بمفرده أو يدعو الله عز وجل، ومنها أن يعلم الناس القرآن، يعلم التفسير، يعلم كذا، ويدخل في ذلك أن يقرأ عليه القرآن، كل هذا يعتبر من الذكر. ونبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، كان يستمع كما استمع لابن مسعود، استمع لأبي موسى الأشعري وغيره، وطلب من أبي موسى أن يقرأ عليه، فقرأ عليه حتى من سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية، يعني الآية تضمنت شيئا في الحديث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر فيه وجل، حتى إذا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، الآية فيها وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لا شك أن هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو شديد الخوف على أمته والذي هو حريص عليهم، أنه يعني يحزن خوفا على أن يكون في أمته
من يعني يحصل لهم ذلك، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، ويدخل في ذلك كل أمم الأنبياء الذين فيهم من عصى الرسل، ويدخل فيهم أيضا هذه الأمة إذا كان فيها من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال حسبك، يعني يكفي. قال فنظرت إليك فإذا عينيه تهملان، فإذا عيناه تهملان. تهملان من الهمل هو الهطل المطر، وأما تهملان وهو محتمل، يعني هذا يمكن أن يكون، يمكن على الضرب، ضرب يضرب، واضح؟ يعني تهملان وتهملان، يعني هذا جائز وهذا جائز، أحدهما يعني أفضل من الآخر، ويبدو أن تهملان هي الأقوى، وإن كان مضبوط عندي هنا تهملان، لكن هي تهملان أقوى من تهملان. وبهذا يعني ينتهي كتاب العلم. انتهينا من الكتاب. الأسئلة في ورق. كم اليوم؟ الجمادة الثانية يا شيخ. الثانية. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أبو حيان، حدثنا الشعبي عن ابن عمر، عن عمر قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والزبيب والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. نعم، هذا أول كتاب الأشربة، ويعني على خلاف كثير من المصنفين قدم الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كتاب الأشربة على كتاب الأطعمة، وهذا يعني موجود بالنسبة لهذا الكتاب، يعتبر كتاب السنن لأبي داود كتابا مبتدعا، يعني ما ليس له سابق مثيل، وبالتالي يعني لا يقاس هو على ما جاء بعده، يقال والله هذه الكتب مكتوبة. هو تقدم من كتب في مثل هذه الأمور وصنف وأبدع في هذا التصنيف، فقضية أنه قدم ولا أخر هذا بحسب ما اتفق له. يعني عندنا كتاب الصوم تأخر إلى ما بعد، يمكن النكاح أو المهم، يعني فهذا يعني ممكن أن يقع، ولكن مقصود الكتاب الواحد يجمع ما فيه من الحديث. هذا الحديث من أحاديث الصحيحين، وفيه حديث الشعبي يروي هذا الحديث، عامر الشعبي رحمه الله تعالى يروي هذا الحديث عن ابن عمر، عن عمر، وأيضا يروي الحديث أو بمثله عن النعمان بن بشير، سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، لكن احفظوا هذا. هذا الحديث الراوي فيه عن الشعبي أبو حيان، وكذلك غيره أيضا روى هذا الحديث عن عامر الشعبي بهذا اللفظ موقوفا على عمر. سنأتي إن شاء الله تعالى إلى المرفوع من طريق عامر الشعبي عن النعمان بن بشير، ولكن من طريقين، أحدهما من طريق أبو حريز، وهو يعني حسن الحديث في الجملة، وإن كان ابن حجر قال فيه صدوق يهم أو يخطئ، و سنأتي إن شاء الله تعالى إلى هذا. أظن عبد الحميد بن جعفر، أظن عبد الحميد بن جعفر، وهو كذلك يعني في نفس المستوى وقريب منه، وحديثهم حسن، وهناك نقاش في هذا، فاحفظوا هنا أن هذا الحديث موقوف على عمر من هذه الطريقة. ها؟ إيش؟ الأول أبو حسين عن الشعبي. أبو حسين. طيب سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. قال إيش؟
إبراهيم المهاجر فيه ضعف، ولكن له متابع اللي هو أبو حسين ولا أبو حريز؟ أبو حريز. أي وهناك أيضا أبو حسين، بس هذا كأنه متروك ولا لا؟ على كل حال سنأتي إن شاء الله، نأتي في موضعه. قال هنا عن عمر قال نزل تحريم الخمر. الآن هذا الحديث صورته صورة الموقوف على عمر، صورته صورة الموقوف على عمر، لكنه في حكم المرفوع، بل بعض أهل الحديث يعد هذا النوع مرفوعا. ليش؟ لأنه وإن لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك تنزيل على الصحابة، يعني هو لا يقول نزل علي، حتى لو لم يقل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتنزيل لا يكون إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما قال نزل القرآن، يعني هو عندما ذكر هذا الحديث ما قال نزل القرآن وذكر آيات حتى يقال إنه إنما ذكر الآية، وإنما فيه أنه قال نزل، قال نزل تحريم كذا وكذا، وهي إن شاء الله بعد الأذان. الله الحمد لله. هذا الحديث قلنا إنه ذكر عمر رضي الله عنه أنه حين نزل تحريم الخمر
نزل، وهذه الأشياء الخمسة هي التي منها يصنع الخمر، وأن هذا في حكم المرفوع أو أنه مرفوع. وأرجو أن تنظروا في الحديث جيدا لعلكم تلتقطون منه ما يشير إلى رفعه. نتم الحديث. قال: وهي من خمسة أشياء. الآن لا، ظاهر هذا من كلام عمر، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. العنب يعني الزبيب. إذن هذه الأشياء هي التي كان الخمر يصنع منها في ذلك الوقت، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يقول إن الخمر من العنب وما زاد قياس عليه، بل كل هذه الأشياء لما نزل تحريم الخمر كانت خمرا، فهي كلها خمر بالنص. هذا يقوله من؟ عمر رضي الله عنه. قال: والخمر ما خامر العقل. هذه لا شك أنها من كلام عمر، واضح؟ فهي موقوفة عليه. قال: وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيها أو فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذه الأمور حصل فيها خلاف في عهد الصحابة ومن بعدهم. الجد، مسألة الجد المختلف فيها، يعني إذا اجتمع الجد مع الإخوة فهل يحجبهم أو يحجبونه أو يقاسمهم ما بقي من التركة على أنه ليس من أهل الفرائض؟ فهذا خلاف. ودع عمر أنه لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيه الحكم. الثاني الكلالة، وهم من لم يثبت فيهم النص من الحاشية، ممن ليس له والد ولا ولد، يعني ليس له أب ولا له ابن ذكر. والثالث وأبواب من أبواب الربا، أشياء في البيوع المعاملات مما فيه مثل النسيئة والفضل وغير ذلك. هذه الأبواب كان عمر رضي الله عنه يتمنى أنها تكون قد طرح. ليش؟ لأن عمر رضي الله عنه هو خليفة المسلمين، وعادة الإنسان عندما يكون معنيا بالمسألة، الخليفة من أهم أعماله أن الأمة تبقى مجتمعة، وأي شيء يفرق الكلمة يؤثر على مكان، يعني على عمله. يعني عملك إذا كنت أميرا يسهل جدا عند اتفاق الكلمة، لكن عندما تختلف الكلمة يبدأ العمل بالعسر. فهو معني بذلك، ولذلك نحن نقول دائما أهل العلم الذين يتكلمون في مسائل من العلم إذا تكلموا فيما يعنيهم أجادوا، وإذا تكلموا فيما لا يعنيهم وقع منهم الخطأ. واضح هذا الأمر؟ هناك من اعتنى بعلم معين واهتم به وعمل به، وهناك من لم يهتم بهذا العلم، اهتم بعلوم أخرى، فإذا تكلم في غير فنه جاء بالعجائب. هذا معروف. فالعناية بما يهم الإنسان أمر مفيد جدا، بحيث أن لو كل واحد اهتم بما يعنيه واعتنى بما يهمه وتكلم فيما يخصه لا انتفع الناس كثيرا. نعود الآن للحديث. حديث فيه إشارة إلى الرفع. قرأنا الحديث ما أبقينا فيه شيء. تفضل. أيوة. في السابقة، نعم، مفهوم مخالف أنه عهد فيما سبق، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عباد بن موسى الختلي، حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر:
اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، وفي نسخة شافيا. فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر الآية، قال: فدعي عمر فقرأت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، وفي نسخة شافيا. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة نادى: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء أو شافيا. فنزلت الآية: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا. نعم، هذا الحديث يدل أن عمر رضي الله عنه كان من أهل العناية، ولذلك لما تكلم تكلم فيما يخصه ويفهم فيه. لذلك ينبغي على الناس أن ما جاء عن عمر في هذا الجانب أن إذا علموا عنه شيئا لا يجاوزوه إلى غيره، طالما أن النصوص كانت تنزل وفيها الموافقة وفيها، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحق كان ينطق على قلب عمر ولسانه. فعمر رضي الله عنه لما علم من الخمر أنها تخامر العقل، وأن الإنسان العاقل يفعل عندما يشرب الخمر ما لا يرضى أن يفعله وهو في عقله، وعلم أنه لابد من أن ينزل شيء في هذه الخمر، لابد. هكذا يعني القواعد المضطردة في الإسلام ومقاصد الإسلام تعني أنه في النهاية سوف يحرم. فعمر أحب أن يكون له يعني سبق في استعجال هذا الأمر: اللهم بين لنا بيانا شفاء في الخمر، بيانا شفاء يشفي الصدور، أو بيانا شافيا. فنزلت الآية الأولى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما قضت هذه الآية بأن بقول قطع انقطع عن الخمر، وإنما بيّنت أن فيها إثما، وهذا فيه أن من كان شديد الورع ماذا سيفعل؟ سيترك الخمر. ومن كان يقول أن طالما أن ما نزلت محرمة أنا أشرب الخمر، يكون فيه التحديد يعني الحد من الخمر. فما نزل الخمر تحريمه بشكل كامل قطعا. والذين يعرفون عن أولئك الذين هم يعني فيهم شو بسموه الإدمان، يعرفون أنه من الصعب أن تأتي إلى قوم مدمنين وتقول لهم حرام تشرب الخمر، صعب. ثم نزل قوله تعالى، ثم قال: اللهم بين لنا بيانا شفاء. فنزل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: ألا لا يقربن صلاة أحد وهو سكران. طيب هذا لو كان سكران كيف يمكن خطاب السكران؟ المقصود أن المنادي خرج وأخبر الناس أن الحكم أنهم من هذا الوقت وما يأتي لا يقربها السكران. فكانوا يشربون الخمر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء، يعني أن الخطاب إليهم قبل السكر وليس بعد السكر، أو أن السكران غير الطافح يخاطب. فنزل قوله تعالى، قال: اللهم بين لنا بيان الشفاء ثالثا. فنزل قوله تعالى: فهل أنتم منتهون، الآية من أولها إلى آخرها. فقال عمر: انتهينا. خلاص بعد هذا ما فيه إيش يقول، يعني حرمه وحرمه بأشد أنواع التحريم. هذا يدل على أن هذا التحريم، واحد يقول لك ما في عندنا في القرآن حرمت عليكم الخمر، لا، هي حرمت بأشد أنواع التحريم، وهو الاجتناب. لأن المحرم إذا لم يؤمر الإنسان باجتنابه فيمكنه أن يحمله، يمكنه أن يتصرف. أما إذا أمر باجتنابه أو بعدم قربانه، مثل الزنا، ما عندنا حرمت عليكم الزنا، لكن إيش؟ لا تقربوا الزنا، يعني النظر محرم والمصافحة محرمة والخلوة محرمة وكل وسائله. كذلك الخمر، الذي يحمله والذي يشربه والذي يعتصره والذي يبيعه والذي كلهم، لأن هذه فيها اجتنبوه. واضح؟ فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا